نقطعت الراي وحزبت الشر وراكب في الخشب مع المسافري وين مرزق الله. انت وحيد بوانك وشيخي قبيله بعد بو اعطيه طولة العمر، كيف تسافر؟ نبى سافر على شان بويا، بويا ريال شيخ ومقصد وقبايل تقصدها من شرق وغرب، واليوم ما نملك التام عامي لي قهوه وتقعد على وش. والحل تسافر؟ لازم اسافر، هي الحول يا حولين يا زليزه ورد، وانا ريال مصطح واقدر اشتغل، والعتب طيبيه لو خلنا نتوادع. يعلك في دعه الله وسلم عليها لك كلهم. يعلك في دعه الله. في دعه الله. هل هلا يا منصور، هل هلا زوجتي وولدي أمانة عندك، وأول ما توصلهم مسكت لا تحصل أخوها منتظرك. لا تشيل هم يا سهيل، زوجتك وولدك في الحفظ إن شاء الله، وبوصلها يد بيد لعند أخوها في مسكت، لا تشيل هم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا وسهلا، ما حل لنا احنا رايحين مسافرين؟ بحل يا ام بخوت بحل، وقعدنا بحل ان شاء الله. وانت بحل؟ الله يسهل عليك يا رب. يا محمود وانت جعلنا بحل؟ بحل ان شاء الله، وقعدنا بالتوفيق ان شاء الله. الله يسهل دربكم ان شاء الله. امين. سهل ان شاء الله. سهل ان شاء الله. الله يحفظكم. امان الله. امان الله. امان الله. كلم الوالد. راضي عني؟ كل الرضا، كل الرضا يا ولد. دعي لي. الله يسهل عليك ويسهل دابك يا رب ان شاء الله. امان الله. سافر وادعي لهم بالتوفيق. تروح تقول لهم تبكي على فلوسك؟ ايوه بكي على فلوسي، لان فلوسي اهم من السفر.
وانا سلمتهم فلوسي يا نوخذ ارجعني يا نوخذ فلوسك ما تحصلهم بيكون خلاهم عند حد بيكون خلاهم عند حد بعدك اياه تعيل اخوانك بالتوفيق تعيلهم ارجعني يا نوخذ سلام. وأخيراً تحققت أمنيتي يا خالد. إلى هذه الدرجة أنت فرحان؟ أنت لو تعرف فرحي ما بتصدق. الله يعطيك السعادة. إيش فيك يا خالد؟ أنت ما فرحان إنك مسافر؟ لو كانت المعيسة عايشة ما سافر. هذه الدرجة تحبها؟ أم عيسى كانت لي الهواء والماء اللي أعيش به وكل شيء في الجبل من شجر وحجر يذكرني بها يا خال إيش هذا المفتاح؟ سيد الوالي وصلت برقية مأمول بريد يقول بأنها مهمة أقل البرقية برقية من محطة الأرصاد بالهند تفيد بوجود عاصمة ممطرة قادمة للسواحل الجنوبية من عمان في سفن سافرت اليوم سيدي سمعت الفوت غادرت من ساعتين كل شيء بعمل الله الله يحفظهم إن شاء الله امنعوا أي سفن من المغادرة هذه الأيام أمرك سيدي خبيت الصندوق تحت الشجرة الأم الموجودة مقابل البيت تعرفها يا سالم؟ أعرف وين بالضبط؟ قريب من صلالة؟ نعم حن قريب من صلالة ما بنهبط؟ لا ظنتي ما بنهبط ونواصل ما دام عندنا المول يكفينا يومين وترى اللي معه في سوري تريونا اللي تشوفه اوه هذه كلها قصتي من اولها لتالي الله يكون في عونك وان شاء الله ترجع لهم بالسلامة آمين إن شاء الله والجاير في الخير شيخ مبخور تعرف تسبح؟ وين أسبح؟ أحلفت بحصاه في بحر انصبح أنا بروح أشوف خالد الله يسهل عليك اشتقت الجبل يا سالم زين سمعنا شيء ايش خرخرك مناقص خليك من الزمن والكبر سمعنا شيء من الجبل سمعك شيء سمعنا سمعين ارتمى ظل الجبل الوهايد والمحل من يسار ومن يمين لا كسول ولا عجل إنما يمشي المهل من منيفة الكنين سمعين
سمعين سمعين سمعين سمعين سمعين سمعين. وانت يا داعي الغرام اعتلي مثل الغمام وارتوي شوق وحنين. واعتني برد السلام ممتدح زاهي القوام النقي من كل شين. سمعين 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 سمعين. واعتني برد السلام ممتدح زاهي القوام النقي من كل شين. الهمس كوس الجنوب هاجسي ومسى طروب مثل عود العازفين. سمعين 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 سمعين. وسلامتك. الله يسلمك. من قدامنا هذه اذا نظني غلطان هذه الفوز. ما شاء الله. ايه صدق انه اخذ يمعه يوم قال بنشوفه في صلاله. برحمتك يا رب برحمتك. يا الله يا الله احفظ ولدي سام وكل المسافر. يا رب احفظهم برحمتك يا رب. الله يستر. أشوف الرياح بدأت تشتدي من وقتك. أوه ما يهمك، أنا أظن هذه رياح موسمية. ما أظني، أقول لك لو نرجع صوم رباط أحسن لك، ترى مبتعدنا عن هواية. ليش نرجع؟ لين تهدي الرياح. إيه يا ناس، يا ما شفنا هذه الهدوء، ما نوصل إن شاء الله، الله المعين. اللي تشوف يا نوصل. يا الهوا بدا يزيد. الهوا زين يا ولدي. ساعد السفينة وزراعها. يعني ماشي مشكلة. إن شاء الله ماشي مشكلة، لا تشيل هم، تريح نفسك.
مركز مشعل الإلكترونيات يقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الإلكترونيات بأفضل العروض والأسعار المنافسة، تسليك وتركيب المكيفات المركزية، أحدث أجهزة الحاسوب، توصيل مجاني، هدايا وغيرها الكثير. للاستفسار الاتصال على 232-10-226 أو زورونا على موقعنا الإلكتروني www.mec-oman.net. أول مرة نشوف مثل هذه الأمطار والرياح يا عبد الله. يا رب يا رب اطلب بعد هذا. يا رب كلامك صحيح، كلامك صحيح. أنا عمري كله ما شفت مثل قوة هذه العاصفة. بس المسافرين نفس الشيء عندهم، رياح وعاصف كذا. لا تفاول على المسافرين، لا تفاول يا مبارك. أنا ما فاول يا جماعة، بس قلبي معاهم، قلبي معاهم. هم خير إن شاء الله، هم خير وما فيهم شيء إن شاء الله. منا يروح ويتطمن على أهله. يا جماعة يا جماعة، أنا أقول لازم نروح نحذر الناس اللي بيته عرشة ولا قديمة، لازم نروح نسكن عند جاره ولا عند حد من أهله. عبد الله كلامه صحيح. يلا يا جماعة خلونا نشوف يلا الناس. سمعني يا سالم، إذا غرقنا
الصبح صوب القنوب، فهمتني زين؟ ليش حلمة نظرة؟ لا قدر الله وفارشين. وانت وين بتروح؟ ما لك شغل فيه، انا عندي اهالي زوجة سهيل وولدها، يا انت معاهم يا موت معاهم، فهمت زين؟ ايش في ابوي دكتور؟ ان شاء الله ما في الا العافيه، خلينا نقوم بالفحوصات اللازمه وبعدين اذا في اي تطور نبلغكم ان شاء الله. تفضل. تعملوا له فحوصات شامله. وأول ما توصل النتائج على طول للمكتب عندي. خير دكتور؟ إن شاء الله خير، طبعاً كل هذه مؤشرات إيجابية الحمد لله. بس أبوي أول مرة يتحرك، يمكن في شيء يعوره. إن شاء الله ما شيء يعوره، كل الفحوصات الأولية اللي عملناها تأكد إنه سليم، بس نحن ننتظر إنه يفيق من الغيبوبة. للمتى بيتم كذا؟ حرام عليكم اللي جالسين تسووه، حرام. مريم ايش هالكلام؟ كيف يعني؟ بنخلي ابوي يموت؟ لا هم قادرين يساعدوه ويعالجوه ولا راضيين يشلوا المسقط. مسألة مسقط هذه ما منها غير يا عبد الله، مثل ما سبق وقلت لك اللي نحن بنسويه نفس اللي هم بيسووه. طيب والحين ايش الحل؟ الحل خلونا ننتظر نتائج الفحوصات ونراقب على الأقل الحالة إلى بكرة، وإذا ما تحسن نشوف مسألة السفر إلى مسقط. كان المفروض من الأول تأخذوه مسقط، ما بالحين. مشكور يا دكتور، أحسنت، جزاك الله خير. العفو العفو، بس أهم شيء الآن إنكم ما تزعلوا. إن شاء الله. سلام عليكم. سمعت إيش قال الدكتور؟ أهم شيء الحين ما تزعجوه، لا تقعدن تصيحن وترفعن صوتكن، ولا تراني والله بودي كل بيتها، سمعتن؟ ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه غرفة سالم، جد سالم بن حمود؟ وصلت اخوي، تفضل. معك الاستاذ خالد، الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة. يا مرحبا وسهلا بك. لا من انت؟ انا يا استاذ خاله، اسمي عبد الله. شرفت بمعرفتك. انا سمعت بانه جد سالم مريض، وقيت اطمن عليه، بنفس الوقت اريد اكلمك الموضوع. تفضل يا استاذ. يا ريت يكون على الانفراد. طيب تفضل. انا من باكر يا سيف، راح اتحرك واسعى في الموضوع. انا متاكد انهم ما راح يوافقون دون موافقه ابوك، خاصه عبد الله اخوك، ما راح يرضى انك تشيل سلفيه من البنك. اذا ما وافقوا اخواني انا بطلع براح القريه، بروح اشوف الدنيا، اتعلم، اشتغل، بتغير يا سيف، بصير انسان مو بفهد اللي تعرفه قبل. بس انت حياتك ووضعك مستقره هني؟ سلمان يجبرني اني اطلع براح القريه. هتخلي شخص واحد مثل سلمان يجبرك تترك اهلك وناسك تهاجر؟ سلمان شخص واحد واللي يحبوك كثير يا فهد. صحيح ان سلمان شخص واحد، بس هالشخص هو مستغل الجميع وبيتحكم فيهم. يعني بالله عليك يا سيف، ترضى لنفسك ولصيادين القريه انه هذا سلمان تعيشوا عمركم كله تحت سيطرته؟ اكيد مرضى، بس ما باليد حيله.
لا اليد فيها حيلة ثانية، بس إن شاء الله يتحقق اللي أفكر فيه. زين عندي فكرة ثانية. وش هي؟ إن نجتمع بالصيادين ونوحد سعر ما بيننا، وبهاي الطريقة ما يقدر سلمان يتحكم بالسعر. ما أعتقد هالحل ينفع. ليش؟ الصيادين كلهم عندهم عوائل وأطفال، وما مستعدين يخسرون تعبهم إذا مثلاً سلمان رفض يشتري منهم بالسعر اللي قالوه. نحن نقرب ونشوف كيف، وانت عارف سلمان مستحيل إنه ما يشتري. أنا راح أوافقك على هالفكرة، بس مو معناه إني ما راح أشتري الشاحنة والثلاجة. هالفكرة لازم أنفذها أنا يا سيف. زين خلينا نقرب فكرتي بعدين نحلها الحلال. وهذا اللي صار يا صاحبي. لو ما كنت موجود كان حمود راح فيها. يحمد ربنا أنا كنت موجود. يعني الحين أفهم من كلامك أن حمود طلق؟ نعم طلقها. مسكين، يعني الحين من بيصرف عليه؟ والله كلامك صحيح، من بيصرف عليه الحين؟ والله والله أنه بيموت من يوع. حمود ما ينخاف عليه، إذا يبي يجيب الشيء يجيبه، أنا عارفه من زمان. بس يا خميس حمود مسكين. ما حد مسكين اللي أنت. بعدين أنا أقول لك، احنا ما يهمنا ياكل ما ياكل، يشرب ما يشرب، المهم ان يجيب لوازم السهره. مساء الخير والطيبه والاحساس. مساء النور، اهلا بالحر الطليق. الحريه نعمه يا صاحبي، بس من يعرف قيمتها ويقدرها؟ انت صار لك سنين وانت متزوجها، يعني هانت عليك العشرة؟ ها؟ هانت بكل سهولة ويسر. ما قلت لك نبل نبل. والعيش والملح؟ اي عيش انت قول. الملح اللي بينكم. اي ملح؟ اقول لك ملح وعاده وايد منه. انا كل ما اتذكر هذه الايام يجيني صداع. خلونا من هذه السالفة، وين الرمسة شباب؟ أنت جبت لوازم السهرة؟ أنا ما جبت، صار لي 3 أيام وأنا أجيب. حمود اسمعني زين، أنت إذا بتجيب خبرنا، وإذا ما تقدر تجيب خبرنا عشان نتصرف بعد. خلاص أنا بجيب هذه الأيام، لكن اليوم يعني عفوني. اليوم بنعفيك، لكن يا حمود لا تاخذها عادة وبعدين ما تجيب. خير يا عبد الله، ايش اللي صاير؟ وليش الاستاذ جاي؟ هذا الأخصائي مال المدرسة جاي يطمن عليه، لأن سالم ما داوم وقالوا له إن أمه مرقدة في المستشفى. لا تخبي علي يا عبد الله، سالم وولدي عنده مشكلة بالمدرسة؟ ما عنده مشكلة يا نور، حتى كان يمدحه كثير. جزاه الله خير، طمنتني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله كيف حال أبويا اليوم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. لا ليش مريم قاعدة تقرأ عليه؟ ترى أبوي يتحرك اليوم يا فهد. يعني فات من غيبوبة؟ لا لا ما فات، بس تحرك. زين يا فهد، دام إنك وصلت نحن بنروح البيت، وانت قاعد عند أبوي الليل. إن شاء الله نبقى بات عنده. لا يا فهد، أنت روح وارتاح، الصبح عندك شغل وأنا برقد عند أبوي. لا يا نور، أنا باكر ما بطلع بحر، أنا اليوم بابات عند أبوي هنا. روحي البيت أحسن، باين عليش تعبانة، فأحسن روحي نامي في البيت. فهد كلامه صحيح، خلينا نأخذ مريم ونروح البيت. يلا قومي يا أختي. يلا يا فهد. يلا يا سيد. يلا في أمان الله. الله معك. Thank you.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. كثير من الناس ضررت يا عبد الله. ناس كثير ما قدرت تخرج من البيوت بسبب السيول. أنا أقول يا جماعة إن نشد هواري ونروح للبيوت، يمكن ما حد يقدر يطلع من بيته ونساعده. أنا قلبي مع السفارة، تتوقع أقرأ لهم شيء؟ الله العالم، والله يحفظهم إن شاء الله، بس أنتوا ادعوا لهم. عبد الله، وكأنك حاسن أقرأ لهم شيء. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا قلت لكم الله أعلم بهم، بس أنتوا ادعوا لهم. أرجوك يا عبد الله، إذا تعرف شيء عنهم خبرنا. يا جماعة اتقوا الله في نفوسكم، هل قال لكم أنا عالم الغيب؟ عبد الله، أنت رجال فاهم ومتعلم. يا جماعة، أنا مثلي مثلكم، يدي على قلبي، واللي في الخشبة من؟ هم هن سالم ولدي ومنصور خي، وما لي حيلة إلا الدعاء لهم. يا جماعة، استهدوا بالله ولا تزيدونا هم فوق اللي نحن فيه. خلونا أول حاجة نتخلص من الكارت اللي نحن فيها، بعدين نرسل حد يستعلم الأخبار عن السفارة. صالح كلامه صحيح، اللي متضرر من الأمطار وقريب مننا أولى أن نساعده، أما السفارة الله يكون في عونه. يا قلب عذبتني والمر ذوبتني والهم حملتني دمعي بعيني يا حوت. يا قلب عذبتني فالسهر الهجوت. يا قلب ربت قريب كل من دعا يا قلب عذبتني خلي السهر والحل يا دكتور. حرام نخلي كذا يتألم بدون أن نسوي له أي شيء. عموما أنا كلمت الإدارة وإن شاء الله اليوم المساء راح نقوله مسقط. أحسنت يا دكتور، جزاك الله خير. العفو، بس يحتاج مرافق طبعا. ما في مشكلة دكتور، أنا إن شاء الله بروح معه. تمام، إذن بعض الأوراق محتاجة توقيع تمر علي المكتب. إن شاء الله. أحسنت يا دكتور. أنا بروح معكم يا عبد الله. ما في داعي يا أختي تروحي، قاعد أنت عند ولد سالم، انتبه على دراستك. أنا بروح معكم. إيه بس ما يصير يا فهد نروح باثنيننا، لازم واحد منا يكون موجود. بس بصراحة يا عبد الله أنا ما بطمن إلا لما أكون معه، وأنت خلك هنا وانتبه للأهل. بس يا فهد أنت ما تعرف مسقط، أنا رحت لها وأعرفها. ما في حد بيضيع هناك يا عبد الله. زين.